السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد وحلقه جديده من طريق المجد. قبل ما ابتدي اطلب منكم ضغط زر اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر التنبيهات، خلينا نوصل بهذا المقطع اكثر من 3000 لايك مباشره. خلينا نروح نشوف جدول مبارياتنا لحلقه اليوم. عندنا هذا الفريق مركز 15، اوكي مركز 14. بعض المباريات اسوي لها سكيب وبعض المباريات نلعبها. مركزهم متاخر اكيد، مبارياتهم راح نسوي لها سكيب اليوم. احتمال راح نخلص شهر مارس. احنا حاليا متصدرين الدوري، فارق نقطتين فقط على فورد صاحب المركز الثاني. هالاند هو متصدر هدافين الدوري. بعضكم يسأل شنو الدوري هذا؟ احنا بالدرجة الثانية من الدوري الانجليزي، راح نتأهل ان شاء الله بنهاية الموسم للبريمير ليج بإذن الله اذا وصلنا لأول ثلاث مراكز مثل ما تعرفون، يعني مثل الحقيقة يعني. بالحلقة الماضية خسرنا ضد ليفربول للأسف، وخرجنا من كأس انجلترا بدور ربع النهائي. صار عندنا متابعين 75 ألف متابع بعد ما بدينا السلسلة ب 21 ألف، يعتبر الرقم رهيب. قررت ما اتخطى ولا مباراة بحلقة اليوم لان ما اريد نخسر، نبقى بالصدارة. مباراتنا اللي راح نلعب بيها مباراتنا الاولى، صافره الحكم بدايه المباراه ان شاء الله. الثلاث نقاط يا عمري، الثلاث نقاط، ارجع بالكره، دير بالك لا تضيع من البدايه. يا سلام العب بالنانا، يمرر، يا سلام، يلا 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 يا ولد يا ولد، العب العب. او فاول، لا يا حكم انطينا فاول. يلا يلا يا هانكتون، هانكتون يلعب، يا سلام، روح 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 يا هانكتون، يلا يلا يا ولد، ضاعت، روح روح يا هالاند، يلا يا هالاند، يا سلام يا سلام يا سلام، يلا الهدف الاول، الهدف الاول، هدف التقدم، يا سلام. اهم شيء سجلنا الهدف الاول، الهدف اللي نبحث عنه بعد نصف ساعه لعب. 1-0 لنوتنغهام. راح يلف راح يلف ويصوب، سهله سهله بيد الحارس، يلا العب. لوباتو الى هالاند، يا سلام الى لوباتو، هالاند لوباتو، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، على هذه الكره يا سلام. الهدف الثاني بعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني، 2-0 هذه المرة عن طريق لوباتو. طلعت لوباتو وطلعت هلاندو أيضا الظهير اليسار، خلي يرتاحون، متقدمين 2-0 إن شاء الله فايزين بهذه المباراة. نحاول نلعب على لعب، يعني نحافظ على النتيجة، نحافظ على الأداء والنتيجة. يلا يلا يا هانكتون، يا ولد يا ولد، يا ولد. والله رهيب رهيب الصراحة، رهيب هانكتون. أوكي هانكتون، مشكلتنا ما عندنا لاعب يصوب الضربات الحرة، راح نسويها بهانكتون. تون تون صعبة، اوه حلوة تصويبة هانكتون، بس لفتها ضعيفة الصراحة، ما لفت بصورة صحيحة، ما راحت على 90 يا عمري، على 90. بعد 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 دقيقة، بعد دقيقة يا عمري، بعد دقيقة، دير بالك ما يريد يجي علينا جول. خلاص بالفعل صافرة الحكم نهاية المباراة، 2-0 نتيجة جيدة، وأنا مقتنع بالأداء حاليا. إن شاء الله نظل على هذا الأداء الممتاز، ولو فريق بمركز 15 يعتبر فريق متواضع. هذه احصائية المباراة، طبعا احنا استحواذ ما عندنا بس عندنا فرص خطرة، هالاند افضل لاعب بالمباراة. نتائج باقي المباريات، خلينا نشوف اهم شيء ترتيب الدوري. الفارق صار 5 نقاط على برينتفورد صاحب المركز الثاني. هذه التشكيلة اللي راح ننزل بها ضد بريستول سيتي، فريق جيد حتى مهاجمهم يعتبر جيد، بس ان شاء الله نفوز عليهم، واهم شيء اكيد الثلاث نقاط كالعادة. صافرة البداية، بداية هذه المباراة، احنا تقريبا قريبين من نهاية الدوري ومتصدرين فارق 5 نقاط بعد ما كنا بمراكز متأخرة ببداية الدوري، وشفتوا شلون كانت البداية صعبة، لكن الآن الفريق أفضل بكثير. بس لازم نشتري لاعبين ولازم تجينا فلوس حتى نكون جاهزين للموسم القادم بالدرجة الممتازة من الدوري الإنجليزي. ضربة حرة من مكان خطر، طبعا هذه خطيرة يا أوزير، أوزير حارس المرمى ممكن يصدى لها، بس ممكن يكون المهاجم غدار، غدار يا عمري غدار. صعبة الكرة بالشباك، جول، الهدف الأول. 1-0 يتقدمون بالدقيقة 5 من ضربة حرة صعبة، لا 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 لا، صعبة صعبة على حارس المرمى. يلا يا هالاند، يلا يا هالاند، يا سلام يا سلام يا سلام، بالقوة بالقوة يا حبيبي بالقوة، والكرة جول. عملاق يا هالاند، دائما اقول لكم هالاند من دوري اخر، من عالم اخر، من كوكب اخر، يعني اقوى من هذا الدوري اصلا، اقوى من لاعبين هذا الدوري. هدف التعادل بالدقيقة 19. يلا يا هالاند، يلا يا هالاند، العب العب يا لا 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 لا، التمريرة سيئة، تمريرتك سيئة، لكن 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 رهيبة، لكن رهيبة، توصل، دخلي دخلي، جول 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 جول. التمريرة سيئة لكن الدفاع يخطأ، اليوت يستغل الكرة بالشباك، الكرة جول. 2-1، بس خلينا نشوف إعادة هذا الهدف. الصراحة فريقنا جيد بهذا اللقاء، شوف 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 خطفها، والله الله الله، اليوت صوب الكرة، أهم شيء والمهم دخلت للجول. يلا يا هالاند، يا سلام على الطرف، يلا يلا يلا، ممكن نضيف هدف ثالث. الله الله، قلبنا النتيجة يا شباب، قلبنا النتيجة، روح 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 اليوت، مرر 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 الكرة، الله،
3-1 قلبنا النتيجة يا عمري، قلبنا النتيجة. يا سلام إليوت، كرة ولا أروع، الكرة بالشباك، الهدف الثالث. شوف هنا التمريرة عدت ووصلت، يا سلام إليوت. الله 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 الله، تألق إليوت واضح بهذا اللقاء. طلعت هالاند، أريده يرتاح أكيد مع بداية الشوط الثاني تقريبا دقيقة 50. غادر هالاند، دربارك دربارك لا يلف يصوب. الله الله الله، يا سلام يا سلام على حارس المرمى أوزيل. يلا 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 يلا، بعد جول بعد جول بعد جول، صوب صوب يا ولد صوب الى الركنيه. ضربه الحره من مكان خطر ممكن يا هارينغتون. يلا يا تون، هذه كورتك، هذه ان شاء الله جول يا تون. هارينغتون لا 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 لا، قريبه من القائم. يا سلام يا سلام يا سلام، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، خطأ حارس المرمى بالتمرير. مو الحارس، المدافع هو اللي خطأ. شوف الكرة أخذها وصوبها لكن الحارس. خلاص صفرة الحكم، نهاية المباراة، فزنا 3-1 بهذا اللقاء، أخذنا 3 نقاط خارج ملعبنا. إليوت أفضل لاعب الصراحة، تقدم شوط أول أسطوري إليوت. نبقى بالصدارة ويبقى الفارق 7 نقاط بيننا وبين أقرب ملاحقيننا. صار عندنا 900,000 ميزانية راتب المستكشف، جايب لنا هذا اللاعب ال بي طاقة 72، عمره 21 سنة فقط، أعتقد هو أفضل الموجودين. راتبة 300,000، راتبة مرتفع شوية بالنسبة لنا، يعني مرتفع. إذا وافق على هذا الراتب أكيد راح أجيبه، فانطلبه وخلني نشوف إيش راح يصير. طبعا ما أشتري إلا إذا أنتوا وافقتوا إنه أشتري، فمو مباشرة أشتري اللاعب. المهم هذه تشكيلتنا اللي راح ننزل بها هذا اللقاء. لوباتو خليته ينزل بالشوط الأول. مباشرة صافرة المباراة وصافرة الحكم بداية المباراة. يا سلام، يلا 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 يا هالاند، يلا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، صوب. الله الله الله، أوه كيف أخذها؟ لا 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 لا، ترجع 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 هانيكتون إلى هالاند. يا سلام يا سلام، يا لا لا يا هالاند. الله 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 الله، يا وحش يا وحش يا وحش يا وحش يا وحش، الكرة وين؟ هانيكتون يلعب، هالاند اضرب، يا بس كان ممكن نسجل بالراحة الهدف الأول، لكن سوء استغلال للفرص خاصة من هالاند. يعني ما أعرف ليش ما صوب بالأولى، المدافعين أيضا تدخلاتهم كانت قوية على قدم اللاعب. يلا هرب 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 هرب، هذه ما تضيع هذه ما تضيع هذه ما تضيع، الكرة جول. الهدف الأول، الثالثة ثابتة يا عمري، 1-0 بالدقيقة 20، القائد هالاند. كرة عالية، خلص رايس. الله الله الله، الحارس يبعد. طبعا حارس فريق الخصم هو علي الحبسي، الحارس العماني الكبير يا عمري الكبير. كرة عرضية عالية، مرت ضاعت. الله الله الله، كانت خطرة، اللاعب تاركينه وحده. يا سلام هالاند هالاند هالاند، توصل توصل توصل، الكرة جول هالاند، والهدف الثاني 2-0. وحش وحش يا هالاند، كرويف يصنع فريق قوي جدا بالدرجة الثانية. خلاص نوتنغهام اللي ينافس على الدرجة الأولى، بس تذكروا نحتاج لاعب خط وسط إذا نريد فعلا ندخل للدرجة الأولى، ولاعب مسدد لركلات حرة وسعره يكون جيد ما يكون مرتفع. خلينا نشوف اللاعبين راح يعتزلون، أعتقد اشتري لاعب نصف الموسم القادم، اللاعبين راح يعتزلون نهاية هذا الموسم. خلاص هالاند غادر المباراة مع بداية الشوط الثاني كالعادة. لا الله، كرة خطيرة، حارس المرمى إليوت. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يلا يلا يلا، اصعد 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 يا عمري اصعد، العب له، يلا روح 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 يا حبيبي روح. الله 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 الله، روح 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 يا ولد يا ولد، العب لوباتو 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 الى إليوت، يلا حطها. الله لا 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 لا، كيف ضاعت كيف ضاعت هذه الكره. يلا يا شباب منطلع هالاند بعد ما قدرنا نسجل. يلا يلا يلا، الله 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 الله، بعد هي رئيس او ريس، يلا العب. يا سلام لوباتو، العب الكره يا لوباتو، ما بيها شيء، ما بيها اوفسايد، ما بيها اوفسايد، ما بيها اوفسايد، جول جول. لا 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 لا، ضاعت ضاعت ضاعت، طلعت لوباتو وطلعت هانيكتون بالدقيقة 87. صافرة الحكم نهاية المباراة 2-0، هدفين هالاند بالشوط الأول، هالاند أفضل لاعب بالمباراة. نبقى بالصدارة يا حبيبي ويبقى الفارق 7 نقاط. هسه مباراتنا الأخيرة بحلقة اليوم ضد كارديف سيتي، راح أخلي هذا الانتقال معلق، أنتم راح تقررون هل أشتري هذا الظهير أو لا. 258 راتب، أهم شيء راتب، ميزانية الانتقال ما تهمني لأن عندي ميزانية انتقال، بس ميزانية راتب عندي جدا قليلة. تشكيل
المعتادة ننزل بها الشوط الأول. طافرة البداية، بداية هذه المباراة الرابعة بحلقة اليوم. لايكك يا صديقي إذا لحد الآن ما ضغطت لايك، وأهم شيء الاشتراك، ولا تنسون زر التنبيهات ترى مهم جدا حتى تصل لكم الإشعارات والمقاطع أول بأول والبثوث المباشرة أيضا. يا القائم، المهم ضاع إليوت. هالاند يلا لا قريبة يا هالاند. إليوت لياقته انتهت، نزلت لوباتو. هالاند يا سلام يلا يا ولد. جول يا لوباتو، خلاص أهم شيء الثلاث نقاط مثل ما متعودين. 1-0، كانت مباراة صعبة، كان فريق قوي، لكن كسرنا النحس وسجلنا الهدف بالدقيقة 82 أو 83. سويت تغييرين وطلعت هارينج التون. يلا يا هالاند يا سلام، العب على الطرف، روح يا حبيبي، روح اصعد يا هالاند. ليش ما صعد هالاند؟ ما أعرف ما أبا 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 أبا. لا 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 لا, لا, لا. لا يا عمري لا، كم ممكن هدف ثاني، هدف قاتل. خلاص انتهى الوقت، خلاص صافرة الحكم قريبة جدا، 0 نهاية المباراة. فزنا بهدف لوباتو بالدقيقة 83، فوز مهم جدا بعد أداء يعني متواضع نوعا ما ضد كارديف سيتي بهذه اللقاء خارج ملعبنا، كانت مباراة صعبة الصراحة. هذه إحصائية المباراة، والله أداءنا جيد تدرون، وأفضل لاعب أكيد لوباتو. الفارق 7 نقاط بيننا وبين برينتفورد، ما أدري كم مباراة بقت على نهاية الدوري. جدول مبارياتنا للحلقة القادمة إن شاء الله، أيضا نلعب 4 مباريات إلا إذا جبنا عدد لايكات خرافي، أكيد رح نلعب أكثر من 4 مباريات إن شاء الله. الحلقة القادمة رح ندخل شهر أبريل أو منتصف شهر أبريل، وما يبقى شيء يعني فقط. لا باقي 2 أو 3 حلقات على نهاية الموسم، فلايكاتكم حتى نوصل بأسرع وقت لنهاية الموسم، فضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعل زر التنبيهات، خلينا نوصل بهذا المقطع أكثر من 3000 لايك. شكرا مشاهدتي لحد هذه اللحظة، وصل عددنا 78,000 متابع، متابعين نادي نوتنغهام فورست، فتطور واضح رهيب على النادي. إن شاء الله نكمل السلسلة بإذن الله، بس اللايك يا صديقي، اللايك اهم شيء، زر اللايك. في أمان الله.